يحافظ على ذي. لما يجيب تبغى الطريقة يجيبها تاني. يجي العكس كده. بص اللي تحت دي. تيجي تحت. يطلع. ماشي. بياخد مرحلة تانية يبقى فوق الحبال دي بشوية كده. بعد كده بيجي مرة تانية يتروس. بس أحجام طبعاً الزيارة دي أحجام. أحجام في حجم كبير بيجي أربع مرات. ده أكبر حاجة. تمام. وده لما طلعت أنا ود أخوه مصطفى فاخترعنا حاجة اسمها كلمة. وحنفيتي. كنا نعمله ده الأول بعد كده تطورنا بقينا زي بتاع مصر. اللي هو بيجي من مصر. جميل. ده بيفضل حضرتك لمدة ثلاثة أيام. بس مغطي لحد. يقعد يجف في الشمس ثلاثة أيام. لا دي متغطي. زي كده بص يا أستاذ وريني زي اللي برا أخر. بص أنا مغطي إزاي آخر حتة بس اللي باين. آخر حتة تمام. بس. دي أنا عايز. لما دي يجف. يجي دي بيتقلب العكس. عايز اللي تحت ده يفضل طرني عشان لما يجيبه أقدر أصنع زي ما أنا عايز فوق. يشتغلوا مرة ثانية ويروح ويجي ثاني يوم. يشتغلوا له الرقبة اللي هي آخر حاجة لو في ترويس تشوفوا آخر حاجة. اللي هو فوق الحط يعني ده بيجي ثلاث مرات عشان يبقى زيرو تمام تفضلوا